شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، وحلقة الثلاثاء وأنواع الهجر وهجر الاستشفاء بالقرآن، والكلام عن بدع وقع فيها بعض إخواننا المعالجين بالقرآن. ومعنا ضيف دائم على البرنامج هو شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن منصور. منور، اسعدكم الله سيدنا، جزاك الله الله قدرك في الدنيا والاخره. اصلا نبارك فيك يا شيخنا ووفق ان شاء الله في هذه الحلقه. تكلمنا بفضل الله تعالى في اكثر من بدعه وقع فيها بعض اخواننا ممن يعالجون القران، سواء بقصد او بغير قصد. نعم. تكلمنا عن استخدام الجن المسلم، وتكلمنا عن حديث ابي الدجانه. نعم. وتكلمنا عن بعض الامور، النظر الى المراه، نظر في عينها. نعم. عند العلاج. عايزين نستكمل الامر. حاضر. فهل من جديد؟ نفعل ان شاء الله. وبس قبل بس حضرتك ما تبدا. نعم. يعني بالكلام. نعم. عن بعض البدع، بنوه بس ان صفحه البرنامج هتظهر دلوقتي على الشاشه، الندى سلاش الندى اي ال ام، للي حابب يسال، لان جالي رساله اختي بتقول ممكن نبعت اسئله عشان يرد عليها الشيخ. اه، منتظرين اسئله حضراتكم، وفي عندنا بعض الاسئله بالفعل، ونسال شيخنا ان احنا نرد على الاسئله في اخر الحلقه باذن الله تعالى. سنفعل سنفعل. اتفضل سيدنا. اقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اسال الله تعالى كما جمعني انا وانت على طاعته في الدنيا ان يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل الا ظل، والمسلمين والمسلمات. امين. سيدنا، تكلمنا في اللقاء الفائت عن بعض البدع التي يقع فيها بعض إخواننا من الرقاة أو من المعالجين بالقرآن. وإحنا قلنا إحنا بنحذر من هذه البدع، وأنا أبشرك أن بعض إخواني من أهل المغرب، وهو يعمل راقيا وأخبرني بأنه معروف في المغرب، وهو تواصل معه من فترة وأنا لا أعلم أنه راقي، قال لي يعني جزاك الله تعالى خيرا وأحسن الله تعالى إليك، وأقرأ الشيخ أشرف مني السلام على انكم طرحتم هذا الموضوع، فوالله لقد كنت اقع في ثلاث بدع من البدع التي تكلمتم عنها. لسه ما جيناش والله باقي البدع. يعني احمد الله تعالى ان ذل لنا الصعاب وان قدر لنا الخير وان رزقنا بهذا الرزق. الحمد لله بفضل الله. احنا لما بنتكلم مع بعض اخواننا من الرقاة، ده مش على سبيل الهجوم، انما الامر على سبيل النصح. نعم. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدين النصيحه، قل لبي رسول، قل لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامته. فاحنا بنتكلم. نعم. باب النصح والتودي يعني بيننا وبين بعض. بعض يقول: طب ليه ما تنصحش اخوانك الرقاة؟ كان بعض بيعاتب على بيقول لي: ليه ما تنصحش اخوانك الرقاة بينك وبينه؟ طب ما هم عددهم كبير جدا. انا قلت يا اخواني ان مصر اذا كان فيها 950 الف دجال وساحر ومشعوذ. نعم. وده من احصائيات من 3 4 سنوات، عدد الرقاة والمعالجين يزداد يعني على ذلك بكثير. نعم. ثم الامر ان الامر قد استفحل وقد انتشر حتى على قنوات. نعم. فالامر ما عادش ينفع فيه ان احنا نعالج بقى في ايه، في سرا كما يقولون. طب بالنسبه للعلاج على القنوات، معلش سامحني انا قطعت كتير اليوم، سيدنا على رأس. لان انا على رأس. يعني يعني سعيد جدا بهذا اللقاء وبالكلام ده، لان برضو جالي بعض الرسائل وبعض الاتصالات على ان الناس بالفعل بيقولوا الكلام ده، احنا فاكرين ان في جن مسلم بالفعل مع الشيخ والشيخ بيعالج بيه والكلام ده. فبدات الناس تاخد بالها. نعم. موضوع العلاج الجماعي يا مولانا. يعني موضوع العلاج عن طريق عبر التلفزيون. نعم. وده يعتبر جماعي. نعم. او عن طريق مجلس فيه عدد كبير من الناس، هل هذا
من البدع أم أنه جائز؟ هذه مصيبة كبيرة جدا مسألة علاج الجماعة. أنا أقول لي يعني تخيل سيدنا حين أذهب أنا إلى طبيب أو يذهب غيري إلى طبيب، طبيب يجلس معاه، أول سؤال بيسأله له بداية التاريخ المرضي. نعم. يعني التعب اللي عندك ده في المفاصل ولا في الركب ولا السكر ولا ده بدأ عندك أنت. تمام. وما الأدوية اللي أنت خدتها؟ وذهبت لطبيب مين وعملت ايه وايه الادويه اللي انت خدتها وايه اللي جاب معاك نتيجه وايه اللي ما جابش نتيجه. نفس الامر بالضبط ينتقل عند المعالج، بيسال اولا ما هو التاريخ المرضي، يعني انت بدات تشتكي من هذه الشكوى امتى، قبل الزواج، بعد الزواج، من سنتين، من ثلاثه، من خمسه، بدا يسال ويكتب. والمعالج ان لم يفعل ذلك يبقى مش معالج. يعني البعض، مش البعض، الكثير جدا يا سيد يعتمد في تشخيص الحالات على الاعراض الظاهره. انت بتشتكي من ايه؟ من صداع، ومن ايه؟ ومن بربشه في العين، وايه كمان؟ وضعف في البصر، وايه كمان؟ وتعب في المعده، وتعب في قناه ظهري، وتعب في مفاصلي، وضيق في الصدر. كل ده قد يكون له اسباب عضويه، وقد يكون له اسباب نفسيه، وقد يكون له اسباب بسبب ان جوزها مطلع عينها في البيت. نعم. كتير جدا. فما ينفعش نعتمد على الاعراض، لازم اسال على التاريخ المرضي. وليه زوجته مش مطلع عينيه؟ العكس. طيب. لازم اسال، عشان بس انا بتكلم في بيوت اسرار، فايه نعم. بينا. احسن الله عليك. فبنقول يا سيدنا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، اللي بنقول ايه بقى؟ ان بعض اخواننا الرقاب يقع في هذا الخطا، يبدا يتكلم يا جماعه ايه الاعراض اللي عندك؟ ما اسالش عن الاعراض، اسال عن التاريخ المرضي. تمام. ومساله الحديث مع المريض يحتاج اقل تقدير 30 دقيقه عشان اقدر اشخص اللي عنده الاول واصحح البدع والمخالفات حتى اللي عنده. لابد ان يكتب. يعلم ربي في القديم الاسم والسن والتاريخ ثم بالتفصيل. نعم. ما في اليقظه والمنام والتاريخ المرضي والاعراض وايه الموجود وخدت علاج ايه، الكلام ده محتاج وقت طويل. نعم. فلذلك البعض بيخفف على نفسه، انا راجل في التلفزيون او في غيره من وسائل الاعلام او معروف في منطقتي او بقالي سنوات، يبدا ياتي للراقي كثره كاثره من الناس مش عايز يزعل حد. نعمل ايه؟ خش يا ابني. النساء في مكان والرجال في مكان، والاخ ماسك مايك ربنا يبارك فيه، وممكن يكون مدخل للقران وصاحب صوت جميل واحكام طيبه، وابدا يقرا جماعي. طيب انا عايز اسال سؤال، هذه حاله مس، وده سحر، وده عين، وده حسد، وده توابع، وده يصرخ، وده يوقع، وده معرفة، ودي وهم. ودي اكتئاب، ودي قلق. وممكن انا ابقى رايح ما عندوش حاجه، والكلام ده شفته كتير مع وجود الجلسات الجماعيه، امرأة تصرخ ورجل يتكلم على لسان شيطان، ما الذي يحدث للإنسان الذي ذهب؟ الوهم. ينتقل إليه المرض بالوهم، ومش ممكن ينتقل إليه برضو يعني لو كان في جن ولا حاجة ينتقل. ما أنا لسه أقول النقطة الأخرى بقى، قد يكون جسمه سليم معافى. نعم. فالشيطان خرج من هنا يقول لك لا أنا مش هسيب مسلم، أنتقل إلى هنا. الكلام ده واقع والله. زي ما بقول للناس يا إخواني، مسألة العلاج الجماعي هذه مسألة فاشلة، هذه مسألة فاشلة. ثم الشياطين يؤذون بعضهم بعضا على الشر، يجي يقول له اخرج، يقول له انت تخرج تروح فين؟ ما احنا 100 واحد معاك اهو، شياطين مع بعض. نعم. الكلام ده والله العظيم يعني هم بيقووا بعض طبعا. فلذلك عاوزين نقول لاخواننا واحبابنا من الرقاه، اذا ما كانش عندك متسع من الوقت، ابعت لغيرك من اخوانك الرقاه اللي انت تثق في دينهم، او اكتب جدول بمواعيد، عندك ساعتين في اليوم فقط عشان عندك عبادات. صح. وعندك تعلم علم شرعي، وعندك تعلم قران، وعندك اولادك وزوجتك، ولكن ما افضلش من بعد صلاه الفجر بساعتين الى الساعه 12 بالليل وانا قاعد ده بتكلم على العفاريت، ده كلام مش منضبط وفي تضييع لحق الاهل. وكم من اسر قد فسدت بسبب ان الاخ شغال في مجال الرقيه، واقول لك انا ما عنديش وقت اقعد مع عيالي ومع مراتي، امال هتقعد معاهم امتى؟ ومين اللي هيراقب زوجتك حتى يا اخي يا سيدي شيخ اشرف؟ اتفضل. والله العظيم ولو كانت الاخت منتقبة ومعها القراءات ال 17 مش ال 10 بس، هم 14 بس. طيب شاذ 4 شاذ 4 واخد بالك سيدنا؟ ومع الكتب الستة. نعم. ومع ذلك محتاجة ان زوجها لما يدخل البيت يا حبيبي قلبي صليت ولا ما صليتيش؟ لا تعتمد على صلاحها وتقواها. نعم. المرأة محتاجة رجل قوام عليها، قائم على شؤونها، يسأل عن رعيتي. نعم. ولكن مسألة تقول اجيب وقت منين؟ هو انت يعني وقت الناس عندك اولى وترك الزوجه والاولاد؟ وهذا مما نقع فيه من الاخطاء كدعاء. تمام. ورقاء واخواننا من الدعاء. معك في هذا. نعم يا سيدي. فاحنا عايزين نقول لاخواننا واحبابنا مساله العلاج الجماعي امر فاشل في العلاج. ده كيف شخصت هذه الحاله؟ انت اصلا لم تتكلم مع المريض. انت مسكت ميكروفون وقرات. واللي صرخ صرخ واللي اتكلم اتكلم، ما ينفعش الكلام ده. طب واخواننا
من أدركني ده حالة مس وده سحر وده عين وده حسد ويكتب برنامج علاجي ويوزع على الجميع. هذا كلام مش منضبط. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء. تمام. فكل مرض له علاج. تمام. ما ينفعش واحد بيشتكي من السكر أدله علاج ضغط، ولا بيشتكي من الضغط أدله علاج كبد حتى في عالم الطب، ولا واحد عنده هلاوي سمعية وبصرية أدله علاج قلق واضطراب. يبقى كل حاجة ليها كل مرض ليها حاجة، كل مرض وليه علاج. نعم يا سيد. أنا شفت مرة على اليوتيوب نعم علاج جماعي بالشكل الحضري بتتكلم عليه ده نعم. في السودان نعم، الراجل عمال يتكلم شوية تمتمات وآيات من القرآن وناس كتيرة جدا نساء ورجال نعم عمال يصرخوا نعم، واللي عمال يقع واللي يتنطط واللي الوهم يفعل أكثر من هذا. يعني معظم في سحر وفي مس وفي عين وفي حسد وفي توابع وقرائن وعشق من الجن، ده كلام متفق عليه ألف باء في مسألة الرقية نعم، وعندنا الأدلة كثرة كثرة في الكتاب والسنة ومن احوال السلف، خاصة كلام الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولكن عاوز اقول للناس مسألة العلاج الجماعي وامسك ميكروفون واقرا، طب واخواننا 100 واحد ولا 50 واحد ولا 10 قاعدين، وقد يكون انسان قاعد ما عندوش حاجة اصلا. في بعض اخواننا سيدنا الشيخ اشرف زوجة او زوج قد يعالج بالفضفضة انه يحكي بس بس في التليفون يجنني، زوجتي وعيالي ومبهدلني وعاملني وخانقاني وهتجوز وهطلق وهعمل. قالوا طب ايه ده؟ طب ابشر بس، ابشر واستبشر وربنا يحلها. نعم. فيجي الاخ يقعد اقول له اتفضل، قال هسمعك. لا اعلق، اقوم ماسك ورقه وقلم اجنده وتكتب واقعد اسجل. نعم. والله العظيم قد اكتب 10 صفحات. نعم. ولا بسمع ولا اعلق، وهز بس دماغي اومئ اليه واشير الي ان انا معاك ومركز وكل دماغي معاك. هو بعد ما يخلص ايه رايك يا شيخ؟ اقول له الدنيا زي الفل الحمد لله الله يكرمك. طب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شوف انت بتقول ايه؟ طب انت جاي ليه؟ هو فضفض وانتهت القصه. فعشان كده عاوز اقول قد يكون الاخ اللي عنده ضيق في صدره رايح للراقي يصبره كلمتين، يقول له يقرا له ايتين من القران من اجل ان هو يهدأ ويطمئن نفسيا، او يذكره بالاذكار او بالله عز وجل. فيروح للراقي يلتقى الدنيا كده ناس بتصوت وبيصرخ ونسوان على رجاله، في الوقت ده ما عندوش حاجة أصلا، قد يصابوا بالوهم. أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك بما إنك كنت بتعالج بالفعل وكان عندك مكتب لهذا نعم. والأمر دوت نعم، ويعني تركت الأمر دوت نعم. بسبب انشغال حضرتك نعم. بتأليفه نعم. وغيره. نسبة الوهم في هذه الأمور كم في المية؟ 90%. جميل. 90%. ومع ذلك أصل البعض بياخد بيقص دي. الشيخ عبد الرحمن منصور السلفي في قناة الندى مع فضيلة الشيخ أشرف عامر قال بأن الحالات التي تذهب إلى المعالجين 90% وهم، ما كملش اللي بعدها ولكن مع وجود حقيقة الجن. لا ما احنا متفقين، ده احنا متفقين عليه. غير احنا قلنا في 10% وفي 10% أيوة. لما نتكلم عنها يبقى مع وجود حقيقة الجن والمس والسحر والعين والحسن وإيذاء الشيطان. في موضوع تاني بقى شغلني قوي. الموضوع ده منتشر جدا 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 وأسمع عنه كثيرا. نعم. موضوع الربط يا مولانا. وده منتشر في الريف جدا وفي جداً الصعيد جداً. وفي القرى والنجوع وفي المدن اكثر. نعم. يمكن اسمع وانا اكثر في موضوع القرى، يعني أكثر. في القرى والنجوع. نعم. ايه موضوع حكايه الربط؟ هل في ربط فعلا ولا ده وهم برضه؟ لا عايز اقول لا، في ده وفي ده الاثنين، يعني في حقيقه شق حقيقي وشق وهم. تمام. الحديث الذي في الصحيحين من حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، نسال الله ان يجمعنا بها في الجنه. امين امين يا رب. قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال كان يخيل إليه، أي للنبي، أنه فعل الشيء وما فعل. إيه فعل الشيء وما فعل؟ الإمام النووي يشرح هذا الكلام على أنه أتى النساء ولم يحدث. تمام. إن يعني المعاشرة أو أمر الجماع. تمام. فالذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع من عقد الرجل عن امرأته، وهذا وارد هذا وارد، وده حقيقي هذا حقيقي. سؤال بقى معلش. نعم. وقبل ما نخش برضه في التفاصيل. تفضل. نعم. سؤلت سؤال اليوم. نعم. هو ينفع حد، طب نخلي السؤال بعد الفاصل. ابشر. طيب يعني فاصل قصير ان شاء الله ثم نعود لحضراتكم. حياتي وخير الدليل اذا تهت يوما مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تعالى ومنته علينا، وبجدد الترحيب والتحية بشيخنا الحبيب شيخ عبد الرحمن منصور. الله يسعدك سيدنا. نور سيدنا. جزاك الله خير. وقفنا عند سؤال
نعم. سئلته اليوم. نعم. وكنت بكلم حضرتك قبل الفصل على طول. قبل نعم. الفصل. نعم. في أخت سألتني قالت ينفع حد حامل القرآن الكريم في صدري ويمس نعم بجن أو يعني يؤثر فيه السحر؟ نعم. فعايزين نرد على هذا. طيب احنا في هذا الحديث الذي نذكره قبل الفاصل وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. نعم. والنبي والذي علمنا القرآن وعلمنا الأذكار وعلمنا كيف نحصن أنفسنا من الشيطان. نعم. البعض يقول عفوا، يقول طب الأذكار لازمتها إيه؟ طب تلاوة القرآن لازمته إيه؟ طالما أنا أصلا كده كده هأصاب. لا لا لا، الإنسان قد يصاب من أجل أن يختبر في إيمان. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكذبين. أنت في عيش في رخاء ونعمة وأمن وأمان وطمأنينة وسكينة وصحة وعافية، بقى لك كم سنة من عمرك؟ 30 سنة من عمرك، 20 سنة من عمرك، 50 سنة من عمرك، أول ما تشاك بشوكة تقوم بالدنيا أشد بلاء. أي نعم، فالإنسان يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ندخل نرجع بقى لموضوع الربط دوت عشان يبقى نرجع سيدنا مسألة الربط بقى على نوعين، في ربط بسبب الشيطان، نعم وده أمر واقع، والذي حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع. نعم. ولكن عايزين نقول للناس بأن سحر النبي لم يؤثر لا على عقل النبي. نعم. ولا على تصرفات النبي. حسنت. لان بعض الملحدين وبعض المستشرقين والمخرفين والمهبلين واي حاجه تحت الكلام زي ما تقول يقولوا معنى ذلك ان النبي كان يهم ان الوحي ينزل عليه وما نزل. نعم. لا، السحر ما اثر لا على عقل النبي ولا على قلب النبي، ولكنه في امر واحد فقط كان يخيل اليه انه اتى امراته وما اتاها وما جمع. نعم. طيب ده النوع الاول المتعلق بالشياطين. النوع الثاني الذي يحدث عن طريق الوهم. لنا أصحاب ثلاثة أربعة من الكلام العجيب الذي يفعله السحرة ولهم أيادي خفية في كل قرية. نعم. وأنا أعلم ذلك جيدا. بتقرن أنا بتكلم عن القرية. أي القرية أكثر. أي نعم. نعم. أعلم ذلك أكثر. جيد. وقد عشت في قرية. نعم. قرية متسويد كرن زقالية يعني 25 سنة من عمري. نعم. وكنت أعرف السحرة وأفضحهم في المجالس عند الحلاقين وعند السمكرية وعند وكلف في المساجد وفي المحاضرات وفي الدروس وفي على المنابر وهنعمل ونربطك وهنعلق الأصل تعمله وخلاص. نعم. طالما أنت يعني أقصد عندك الأذكار والقرآن الله عز وجل يحفظك بحفظ. كان سيدنا يأتي السحر بالذات في القرية وهو معروف. وله أيدي يدوشمشمم في البلد. من الذي يتزوج قريبا؟ عبد الرحمن، إبراهيم، إسماعيل، رقية، سمية. طيب يبدأ بقى الأعوان، مش الساحر نفسه، الأعوان والجنود يجلسون مع الناس في مجالس. أنا سمعت أن الساحر فلان هيسحر ابنك، هيسحر ابن أختك، ده هيربطه في ليلة البناء وليلة العقد. الكلام ده سريعا يصل إلى العروس، إلى الزوج، وده الأصح في اللغة، العروس مش العريس. نعم. هو رفوع معرفش جرولي، المهم سيد فيصل إلى العروس إلى الزوج. أظن الاثنين عروس. نعم الاثنين عروس. الاثنين عروس. نعم, نعم. الله المستعان. فشينا سيدنا الله يرضى عنك عشان كده الاثنين زوجي كمان. أي نعم، يعني رجل زوج. أيوة. والمرأة زوج. أحسنت يا سيدي، جزاك الله خير. تعالي لغة شغش. الله يرفع قدرك. الله يكرمك. فالأمر يصل إلى العروس اللي هو الزوج. نعم. إن فلان هيربطك، فلان هيعقدك عن امرأتك. الكلام ده الترجمة النفسية وكثرة التفكر في هذا الكلام وإصابة الإنسان بحالة الوهم، والطبيعي قبل الفرح بأسبوع في وهم في الجسم وفي ضعف وفي بتجهيزات الفرح والشقة والترتيبات والمواعيد وحماتهم جنيناه وما جبناش السجاد وما عملناش النجف، الكلام اللي بيحصل. نعم. فالطبيعي أن يحصل الإنسان يكون عنده نوع من الخمول والكسل والهمدة، فيبدأ يعني يتقلع عيار شوية في ليلة البناء. نعم. السحر يعدي من قدام الفرح، يعد واحد من اعوانه، يا تقوم الدنيا، يا ده صفحه بايده، ده سلم عليه، ده سحر، ده بص في عينيه. الكلام بتاع الناس العوام. تمام. فيبدا في هذا التوقيت الترجمه النفسيه بقى ان يحدث للانسان حاله من الوهم. جميل. عايزين بقى الوقايه في ليله في الليل نفسها. سافعل الوقايه بقى لكل الكلام ده، مش مش الوقايه في الليله نفسها فقط. لا انا بتكلم بقى على ده يعني يمكن ده اكثر انتشارا. نعم نعم. فانا اقصد اقول ايه لكله. حاضر. طبعا عايزين الوقايه كله. نعم. لكن خلينا في المنطقه دي. حاضر. فأكمل بس نقطة الوهم سريعا. فيحدث له حالة من الوهم، يأتي مرأته وما حدث أو حصل في نوع من الضعف. يبدأ يكلم إخواته من مش يكلم حد متخصص، يبدأ يكلم الناس اللي حواليه، واحد من العوام، يكلم عمه، يكلم خاله، سحروه وربطوه وعملوا. يظل بهذه الحال، والله والله الذي رفع السماء بلا عمد، أخي ظل 3 سنوات. يا نهار أبيض. والله العظيم وهم. بسبب إيه يا سيدنا؟ إن الأسرة كلها اللي حواليه
اقنعوه وانسان مثقف خريج كليه الهندسه يعني مفترض الثقافه عاليه، وصل الى ذهني عن طريق اللي حواليه بالايحاء ان انت انسان فلان سحرك، والسحر ده محطوط جوه بطن قرموط والقرموط ده في نيل في ماء النيل. تمام. وهنجيبه ازاي وهنعمل ايه الوقت كلام والله اللي انا بقوله لك صدق. نعم. اخبرني صدق. قال دفعت الاف مؤلفه. نعم. من شاع عمري في الدول. نعم. والاخر طلع الموضوع واحد. وقلت له طيب اصلح الله حالك، واديت له بعض الترجمه كده كلمات كده، قلت له يعني كاشارات للعقل اللاواعي. نعم. ان انت بفضل الله انتهت القصه وتمام، وحدثني يا شيخ جزاك الله خيرا. طب يعني والحمد لله والحمد لله وانتهت القصه وخلصنا. فاللي انا عايز اقوله ايه، اوصله للناس ان الوهم اشد من السحر. نعم. واشد من العقل من باب الوقايه. بس الوقايه ليه؟ لان ممكن حد ذكر. يكون هذا ذوق قريب ولا نعم. وبيسمعني. نعم. احنا بنقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث سيدنا قال اقرأوا مش اسمعوا. الناس بتستسهل، اول سؤال يسال اقول له اقرا سوره البقره مره في اليوم، يقول لي ما ينفعش اسمع، ده معنى ذلك انك هاجر للقران. نعم. انا افهم منه كده من ثناء الكلام بين السطور، افهم ان هو هاجر للقران، هاجر نوع من انواعه هو التلاوه. تمام. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة والله العظيم. ذكر أبو هريرة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن صحابة النبي في بعض الروايات، وصح إسناد الشيخ سليمي أسد رحمه الله تعالى أو حفظه الله لو كان من الأحياء ومن المحدثين، ذكر صحة هذه الرواية عن أبي هريرة موقوفة عليه، إن مما يوسع الدار ويبارك فيها ويصرف الشياطين ان يتلى فيها القران. قد يكون المكان ضيق، عاوز ربنا يوسعه عليك اقرا قران، مش معنى ان انا هقيس بالشبر كل شهر لا لا البيت لا لا وسع لا ولا لا. لا بس تحس بسكينه وطمانينه وهدوء، وتحس ان انت ما انت راجع بيتك كانك في جنه. نعم. بخلاف العكس. طب اقسم لك بالله على حاجه، اخ اتصل عليا قال لي انا الممثل فلان، قلت له الاخ اللي اتصل عليك دوت تاخده بعد عمر. عمر من الجزائر. ابشر. السلام عليكم اخ عمر. انقطع الاتصال. طب اسمع بقى الحكايه يا عمر، عايز اقول ان تلاوه القران توسع الرزق وتوسع الدار على اهلها. نعم. طب بالعكس بقى، الموسيقى والاغاني والكليبات، لو عايش في قصر يقول لك ايه اللي انا عايش فيه ده. اخ اتصل عليا قال انا الممثل فلان، قلت له اهلا وسهلا، انا لا بشوف مسلسلات ولا افلام ولا بتاع ومش متابع الكلام ده. فالمهم قال لي، قلت له اهلا وسهلا، هقول له ايه تاني؟ يا مرحبا ده افلامك جميله انا هعمل ايه يعني؟ انا مش عارف. فالمهم ما يعني اظن الكلام قال احنا عندنا مشكله بين حد من صله رحمي وبين زوجي. نعم. وعايزك تتدخل في المشكله. قلت له طيب. قال لي بس بالله عليك تعال لنا، لان احنا في ظروف كذا، لما حكى الظروف زي ما بيقولوا في المعنى العامي صعبوا علي. قلت خلاص ما فيش مشكله على بركه الله. فالمهم ذهبت وانا داخل على باب الفيلا بتاعتهم، اللهم بارك وبارك لكل المسلمين. أيوة. لقيت في اثنين رجاله ما شاء الله ويخلق ما لا تعلمون. نعم. وواقفين بتاع كده قدام، يا ابني ايه اللي دخلني الدخله البيضه دي؟ والله العظيم يا سيدي، لكي تصل من باب البوابه الرئيسيه الى باب الفيلا للدخول اليها مباشره، تركب توك توك رقم 44. اسمها 44. طب تركب توك توك، معنى الكلام المسافه واسعه. نعم. شاسعه. نعم. واول ما دخلت وبعدين نتكلم بتقول لي هي دي عيشه دي؟ قلت لها لا والله دي عيشه دي. ما انا قلت للزوج صدق، قلت له بالله العظيم لو انت اديت لي الفيلا دي ده انا جوزتك فيها 100 شاب من الشباب المسلمين. الله اكبر. ما شاء الله. على السعه. ولكن كليبات والافلام والمسلسلات والاغاني والتعامل والربا، الصدر ضيق. نعم. يبقى قاعد في مكان متسع ومع ذلك لا يتنفس من الخرم إيه. وربما يجلس في غرفه وصاله وراحه نفسيه ويشعر انه في ولو في كان الجنة. في السجن. نعم. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، المحبوس من حبس عن ذكر ربه. نعم. ثم قال بقى، فاحنا عايزين نقول للناس ايه يا سيدنا؟ ان من ضمن الوقايه يعني اقرأوا سوره البقره. نعم. فان اخذها بركه وتركها حسره. الله اكبر. ولا تستطيعها البطله، قال معاويه والبطله هم السحره. نعم. يبقى لو انا عارف ان السحر قدامي، الشقل قدامي، سحر ماكول ومشروب ومخطى ومعلق ومدفون ومشموم ومعمول، يا عم يعمل اللي عايز يعمله. اول كلمه تصل لي كان جنبي، جنب البيت عندي، بعضهم على غير ملتنا. نعم. محترفين هذا في الأمر. مثل هذا فلان يا عمي ما يعمل كلام ياتيني يا عمي ما يعمل، تقرا قران ومع ذلك في اذكار،
لو تلينا لصبرنا، نسأل الله ذلك وأن نكون من الصابرين. ولكن ما فيش اعتراض على قضاء الله وقدره. من باب التحصين نرجع نقول الوقاية، قراءة سورة البقرة. اثنين، أكل 7 تمرات على الريق يوميا. الأولى تمر المدينة، تمر العالية، تمر العوالي، إلا ما تيسر أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أن يؤكل أي تمر. من تصبح ب7 تمرات في رواية عشوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. جميل. ده مش كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما اقعد اشرب 2 حاجه ساعه في اليوم، يا عم الله يكرمك ويوسع عليك، بس الصبح اول ما تيجي تفطر لو انت خايف على نفسك وعاوز تقي نفسك من هذا البلاء، كل 7 تمرات على الريق. جميل. ومن ذلك اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح تقرا ما بعد الفجر الى شروق الشمس الفتره دي، والمساء من بعد العصر الى غروب الشمس. تمام. الأذكار صحيح إيه لما أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء خلاص في الأرض ولا في السماء ولا السماء العليم. أنت لو قلت الكلام ده 3 مرات النبي يقول لم يضره شيء. جميل. اللي قال الكلام ده بين سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي. أنا عندي بقى يقين فيما قاله النبي. أصل بعض يقول لي ما الكلام ده أنا قلته كتير، ما لازم اليقين. أنا أقول له كلام إيه اللي أنت قلته كتير؟ يقول لي الكلام اللي أنت قلته اللي هو إيه يعني؟ الأذكار. الكلام ده كلام مين؟ يقول لي كلام سيدنا النبي. طب كلام النبي عندك حق وصدق؟ يقول لي حق وصدق. طب أنت موقن بيه؟ موقن بيه. طب فين قلبك بقى؟ نعم. عقد القلب عليه وجزم القلب عليه. ثم الأذكار بقى، قراءة آية الكرسي، الإخلاص، المعوذات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أقرأ أذكار النوم. ولازم أعلم، يقول لي أنا بقرأ أذكار النوم والتقى نفسي تاني يوم تحت السرير. إيش معنى؟ ما هو بقول لي أنا مصاب بعفريت. فأقول له تلتقى نفسي تحت السرير مع إنك قرأت الأذكار. يقول لي أقول له المشكلة مش في قراءة الأذكار. المشكلة فين؟ أفلا يتدبرون القرآن. لما أقعد أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني ايه الحي القيوم؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. انت هتنام وانت بتقول لا تاخذه سنه ولا نوم، فين التدبر في الايه؟ لما تقرا قل هو الله احد الله صمد، لما تقرا المعاني يعني. لا اشعر المعاني لابد، وده هجر يا سيدنا. هجر ايه بقى؟ هجر التدبر. احسنت، جزاك الله خير. رجعنا للاصل الموضوع. ربنا يبارك في الشيخ محمد اللي استرسل معاك في التفصيل ويبارك في غشغش. يبقى عايزين نقول للناس قراءه الاذكار، ولازم اعلم اولاد الصغار يقرأوا الأذكار بجواره من باب التحصين من الشياطين. وأمر خطير جدا 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 جدا، أقوله كمان مرة، خطير جدا جدا جدا، أما يحب يفسح عياله يطلعوا بعد الساعة 6 المغرب. وده فيها مولانا، ده الناس كلها بتعمل ما بين المغرب إلى العشاء وقت انتشار الشياطين. الناس صلى الله عليه وسلم قال كفوا صبيانكم بين المغرب والعشاء. أي نعم، حتى تذهب فحمة العشاء. يعني بعد العشاء خلاص ما فيش مشكلة، أو قبل المغرب. ولكن أيوة نعم، ولكن ما بين المغرب إلى العشاء ده وقت انتشار الشياطين، حتى ذكر حتى لا تضر أم الصبيان قليلا من الجن. نعم. من الذي يعمل بهذه السنة؟ إلا القليل، حتى أخواننا الملتزمين، من يقال عنا ملتزمين، نحن قصرنا فيها. حقيقة. فينبغي، أنا عاوز ألعب كورة، أو مع إن عندي كلام كثير في مسألة لعب الكرة، كلام قوي، لأن أصلها أصلا ولا خلاص طب خلاص بلاش عملت حلقتين عنها تفصيل في الموضوع. المهم عايزين نقول ان الاصل، ربنا يبارك في عمر الشيخ اشرف، سبحان الله يعني الموضوع بيجيب بعضه. والله هو يعني رزق لنؤجر ورزق يعني لنستفيد من اخواننا واحبابنا، احسن الله. فبقول لسيدنا الله يرضى عنك كف الصبيان عن هذا التوقيت. فاذا عاوز يلعب يلعب خلاص بعد العشاء، عاوز يلعب يلعب ما بعد العصر الى ما قبل المغرب، والوقت ده خلاص. ولكن وقت انتشار الشياطين فنقف طيب نرجع لموضوع ربطه تاني. نعم. يبقى احنا قلنا ده الوقايه. ده الوقايه بقى كله من كله. البقره، حفظ اكل 7 تمرات على الريق، اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم، الاذكار المؤقته وغير المؤقته، يعني اذكار الدخول للحمام والخروج. الاذكار اللي هي الثابته في مواقيت معينه. اي نعم. طيب يا مولانا، لو هسال حضرتك دلوقتي. ابشر. يعني سمعنا انه عند البناء مطلوب مني في 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 يوم البناء بعض الاشياء، منها اقلب الشراب. لا لا لا، انا بتكلم طيب. انا بتكلم على مش اخطاء، بتكلم على السنه. اي نعم. الصلاه بالزوجه مثلا قبل الدخول بها، هذا ورد في الاثر ولكن لم يرد في حديث ورفع النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء عند اللقاء الزوجي. ده هل هذه الامور تقي برضه من الوقايه؟ سبحان الله. طيب، من ضمن الوقايه، اذا اراد احدكم ان ياتي اهله فليقل اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أن يقدر بينهما ولد، إنما ليه؟ لم يضره شيطان أبدا. إن شاء الله. واحد مشغل موسيقى
والدي جي والافلام ومسلسلات وسهران على الخمور وبيشرب مخدرات وبيشرب هو نفسه الدنيا معفرته معاه. هو عفيت هيجيله ليه؟ عفيت موجود بقى. نسأل الله ان يصرف عنه السوء وياخذنا بايدينا وايديهم الى طاعته. نصيحه بقى يا مولانا. النصيحه في الحته دي بالذات، النقطه دي بالذات. نعم. لا تنسى عند وقاع اهلك ان تذكر الله تعالى بهذا الذكر. ليه؟ لما التقى ولد عنده 5 سنوات بيقول سب الدين في الشارع. نعم. 5 سنوات، مش هقول لك شاب عنده 20 سنة، طفل عنده 5 سنوات اول ما انظر له اقول سبحان ربي العظيم، يا ابني والله ظلمك ابوك. بسبب ايه؟ انه لما اراد ان ياتي اهله لم يقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرض غلط. حتى لك الولد ده معفرت، ولد معجون بميه عفاريت. اه نعم، اختلط مني الشيطان بمني الرجل، فسرق مني الشيطان مني الرجل، فاتى الولد بهذا الوضع اللي احنا بنقوله. عشان كده اقول لابد من الاذكار عند كل شيء. في كتاب اسمه حصن المسلم صغير كده بتاع الشيخ القحطاني، ما شاء الله منتشر جدا جدا جدا، بيوزع مختصر النصيحه بتاع الشيخ محمد اسماعيل، مقدم مختصر النصيحه، رائع، الاثنين كويسين جدا. طيب عايزين بقى يا مولانا نصيحه لمن يذهبون الى دور العباده، ممن هم من غير ملتنا للعلاج. نصيحه سريعه بس، عارف الموضوع دوت حاله كمن يستجير من الرمضاء بالنار. نعم. اصل نترجم الكلام ده. ترجم. الذي ذهبت اليه هو يعلم يقينا ان الشفاء في القران. ثاني. فانت مره ثانيه. الذي تذهب اليه من غير مله الاسلام. نعم. لتعالج عنده كمن يستجير من الرمضاء بالنار. انت طالع من بدع المعالجين ومخالفات المعالجين وطول فتره العلاج معاك، وذهبت الى الكفر الاصلي. فوالله لن تعالج. ثم إن حدث علاج، وأنا أتحدى أي أحد يقول بخلاف ذلك، علاج مؤقت، الشيطان الأكبر يرسل الشياطين التي معه على الشيطان التي مع الإنسان المصاب فيسكنها لفترة من الزمن، يقول له ما تشتغلش في الأعراض لمدة 2 3 شهور، وينتشر الكلام بين الناس، اتعالجت فين في المكان الفلاني، ويذهب الناس الجديدة دي بالنسبة، وبعد 2 3 4 شهور تزداد عنده الأعراض. ما الذي استفاده الرأس الأكبر لكي تذهب إليه مرة ثانية؟ وأخبرك وألا أتحسر، والله العظيم قد تنصر، خرج من الإسلام إلى النصرانية. نعم. شاب كنت أعرفه، قلت له أنت محتاج إلى جهد وإلى طاعة وإلى عبادة. قال ليس عندكم رقية، أنا بقالي سنوات ما بلف شمال ويمين، وجيت لك عشان أنت في التلفزيون. قلت له عشان في التلفزيون لن تنفعك، لازم يكون عندك اعتقاد يقين في القرآن ومش في الشخص عبد الرحمن. نعم. ولا في أخي أشرف، الاعتقاد. نعم. في القرآن. نعم. فقال لي والله لا هتعالج في المكان الفلان. قلت له لن تفلح. وأبويا اتصل بي في وقت من آخر من الليل، قال لي يا شيخ الحاني في مصيبة عندي، الموضوع قال لي راح في المكان الفلان. بعد سنة مما أخبرني الوالد، قابلني في احد المساجد منكسرا، قال لي ابني ترك مله الاسلام لما ذهب ليعالج من المس والسحر والعين والحسد في المكان الفلاني، كنيسه ولا غيرها. لان البعض بيقول له ايه، اتعالج جن نصراني مش هيتعالج الا في الكنيسه. هذا كذب وضلال وزور واهانه للقران. واقول ايه تاني؟ والله المستعان. كويس انك قلت الكلام دوت، وعشان برضو الامر ده انتشر جدا جدا. نعم. جدا في الفتره الاخيره. نعم. نعم. عندنا ايه تاني من البدع التي يقع فيها؟ احنا نستنى وقت قد ايه سيدنا ولا خلاص؟ او معنا ان شاء الله وقت. طيب من بعض المصائب بقى التي تحدث من الرقاة او من بعض المعالجين، فلان عقد عن امرأته، مربوط يعني، فيقولون اكتب تحت السرة بكذا كذا من آيات القرآن، فيكتب تحت السرة آيات القرآن. طب دي ترجمتها، شوف حضرتك انت عملت تعبير وشك بيدل على ايه؟ على ان ده امر مستهجن، على ده امر قبيح، ان احنا نهين القرآن. والأقبح من ذلك أن يقول له أنا الذي سأكتب بيدي على جسد امرأتك. ناخد إيمان بقى عشان أنت كده تعبتينا نفسيا يا شيخنا. أستاذة إيمان، السلام عليكم. أي سلام على حضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضل. أنا عايزة المركز اللي هو فيه الشيخ دلوقتي، يعني عايزة أروح له. عايزة إيه؟ عايزة أروح للشيخ. يعني هو في مركز ولا فيه؟ لا يا شيخ يعني يشرح. لا يعالج. الان لا يعالج، لا يعالج. لو عند حضرتك سؤال شغال دلوقتي. لو حضرتك ليكي سؤال يجاوبك الشيخ، ما يعني ما اقدرش اروح له. لا الشيخ اصلا لا يعالج بالقران. طب انا معايا بنتي تعبانه. طيب وما
انا بقول لحضرتك لو في لو في سؤال ومحتاج اجابه سريعه يجاوبك الشيخ ان شاء الله. طيب هيجاوبني ازاي؟ انا موطيه التلفزيون دلوقتي مش سامعه حاجه. طيب حضرتك اسالي وبعدين نجاوب حضرتك بعد ما ايه ما تنتهي من سؤالك وتغلق الهاتف. خلاص ماشي. طيب انا معايا بنت تعبانه ورحت بيها للشيوخ كثيره وبيقول لي عندها مشكله ومش عارفه اعمل لها ايه. طب عندها ايه تعبانه ايه عندها؟ في حاجات بتحصل لها كده من غير ما تحس، يعني مش بتنام وتعبانه وبتتخانق معايا ومع اي حد، يعني منفعله دايما وبتتخانق مع حضرتك وكده. ايوه. عندها كام سنه؟ عندها كام سنه يا استاذ ايمان؟ حاجه ايمان عندها 21 سنه. متزوجه ولا متزوجه؟ لا لا. مخطوبه؟ طب مخطوبه؟ طيب ولا مخطوب؟ لا، اي حد بيجي لها بتتعب ومش عايزه حل، مش عايزه عشان يجي لها، وسابت المدرسه وتعبانه. سابت المدرسه؟ اه. طب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. طب الله يبارك لك، بس انا عايزه حل ليها، يعني انا قلت لو كان كده اروح لحد. لا يجاوبك، هيجاوبك ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك. ماشي. واحنا لو في اسئله سريعه ممكن نرد عليها مفيش مشكله، لكن قصدي اقول يعني لو جالنا اسئله احنا نرد عليها مفيش مشكله خالص، لكن البرنامج مش للعلاج. البرنامج ارشادي بالضبط كده وتوجيهي، واللي عنده مشكله بيقول لي، انا اقول له افعل كذا وكذا وكذا. طب نرد على مؤمن قبل ما انا عايز اقول للناس يا شيخ اشرف، امر اساسي. نعم. لا يستطيع معالج في الدنيا مهما بلغ من قمة العلاج أن يعالج عن طريق التليفون. نعم. ولا يشخص عن طريق سماع التليفون صحيحا عن طريق التليفون. نعم. رؤية المريض والكلام معاه وتعبيرات وجهه وأن أنا أكتب وأسجل والراقي، هذا أمر مختلف تماما. فلذلك أنا ما أقدرش أقول لأختنا أم إيمان، ربنا يبارك أختنا إيمان، الحاجة إيمان. أو لا ربنا يرضى عنك، خلي بنتك تحافظ على سواء في عفريت أيوة نعم، اللي هو بقى الوقاية اللي هي العامة بقى، سورة البقرة وأكل 7 تمرات على الريق وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، بتشوف كوابيس وأحلام تقرأ الأذكار، وتستخدم الطيب المسك قبل ما تنام. نعم. وإذا أردت أن تخرج فعليها أن تغتسل منه وتلبس اللباس الشرعي. نعم. للمرأة اللباس الشرعي. نعم. المحتوي على 8 شروط شرعيه لبس الحجاب الشرعي. نعم. وبلاش موسيقى وافلام واغاني ومسلسلات، كل هذا محرم. ثم احنا ايام قليله وترفع الاعمال الى الله عز وجل بدخول شعبان. نعم. فكيف نلقى الله عز وجل وبيوتنا مملوءه بهذا الفساد؟ ورمضان جاي كمان، نستعد ليه بقى؟ اي نعم اي نعم. اتفضل. ربنا يبارك فيك سيادة، نكمل بقى كلامنا. يبقى بنقول من مخالفات الرقاة، الرقاة اي نعم، والمعالجين اي نعم، اللي بيعمل ايه؟ يقول له اكتب على جسد الرجل تحت صورتي كذا 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 من اجل فك هذا الرب، او ان يقول الراقي ما انا لازم اكتب عشان كتابتك تختلف عن كتابتي. انا رجل راقي والجن بخاف مني، والله الكلام ده قيل قدامي. نعم. ويعني لولا انه يعني، لكن الكلام ده ملوش اصل، هذا من البدع. نعم. إهانة للقرآن. لا لا أقصد الكتاب، لا أقصد الكتاب عموما، أقصد نعم. كتابة الراقي يعني. لا لا لا. كتابة القرآن الحمد لله رب العالمين، زي ما هي في القرآن ألف لام حاء ميم دال، الكلمة مجمعة مع بعضها. نعم. لكن بدون تفرقة بين الحروف. أي نعم. تفرقة بين الحروف، الحروف ساحر. يبقى ساحر. قولا واحدا. قولا واحدا. أما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتغسل مثلا، في تغسل وتشرب مع الماء، أمر وارد. ذكروا ابن القيم وشيخ ابن تيمية، وذكروا المحامر بن سير رحمه الله تعالى التابعين الجليل وغيره وغيره من أهل الفضل والخير. فده ما فيش فيه كلام. وقفت فتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، ده كلام متفق عليه. لكن الكتاب على الجسم بقى ده إهانة للقرآن. أحسنت. ويكتب على جسد المرأة. أنا عايز أقول للراجل المتزوج، يا راجل خليك راجل، اتق الله حرام عليك. أنت نظرت من امرأتك ما لم يره الأب والأم بعد البلوغ، ولا قبل البلوغ زي ما قال ابن الجوزي وعدو 7 سنوات. نقول له استرجل بقى. ماشي يا سيدنا، ده انت قلت وانا ادعمه واحشي على كلامك. رفع الله رفع. كذلك من ضمن المخالفات سيدنا استخدام حاجه اسمها الحلتيت. ايه الحلتيت؟ لاستخراج الماده السحريه. طب ما احنا مذكور في حديث اسماء بنت عميس. نعم. وده حديث، حديث من احاديث ابن النبي صحيحه. نعم. مذكور السنة مكي. السنة السنة بالنون. السنة مكي. مكي مكي نسبة لمكة. والسنة ده نوع من أنواع من الأعشاب. نعم. اللي بيسموه في العوام السلامكة. نعم. يعني عند العطار اسمه السلامكة. قرأت لمن هو في هيئة الإعجاز العلمي من علماء الكبار، لا أذكر اسمه الآن، أن واستخدمت ذلك. نعم. وهذا ملين سواء مادة سحرية ولا غيرها فضل الله تعالى، ولكن محتاج إلى كميات معينة بمقادير معينة، ويسأل عنها طبيب مختص في الأعشاب. جميل. مش قلت سلامكة وخلصنا؟
واستخدام زيت الزيتون واستخدام الماء المقروع عليه واكل السبع تمرات، كل ده يطلع اي حاجه موجوده في الماء. وعايزين ديك بقى من غير عرف ده صح ده. فمساله الحلتيت يا سيدنا، الحلتيت لا يطاق. الحلتيت ايوه كذلك، دي امر جديد. يعني ممكن يكون في حاجات تانية غير الحلتيت، يعني الحلتيت ده حضرتك بتمثل بيه، لكن ممكن يكون انواع كثيره ولكن الحلتيت ريحته صعبه جدا لا تطاق. شفته من بعض اخواني مره، انا كدت ان انا اخرج ما في معدتي. طب ده بتاع ايه؟ ده بيبلعه المريض على ثلاث كور كده ثلاث مرات عشان يخرج في المعده. يا رجل ان الملائكه لتتاذى مما تاذى منه بنو ادم. كيف تاتي الملائكه؟ ده يجي عليه الشياطين. مش الملائكه؟ حلتيت. من المخالفات ان بعضهم بيقول، وانا في مساله العلاج واقول الجن اتجمع 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 وانزل في صبع الصغير. طب ماشي كويس جدا. ثم كويس شفت انا ده مش مساله شك الدبوس بقى ده هو في ذلك ما هو اعظم. هركليز بيعمل ايه؟ يقول له اخرج من هذا الاصبع وادخل في هذه الزجاجه. الله اكبر. الا هو ادعاء حبس الجن في قمقم او في زجاجه. انا عايز اقول له بس حاجه واحده صغيره قد كده، هو عفروته ده اللي مجننك بقاله شهرين ثلاثة ولا مجنن المريض بقاله سنتين ثلاثة هينتظر لما انت تحبسه وتضربه وتحرقه وتولع فيه وتحطه في زجاجة وتقفل عليه كمان؟ ده بتاع زجاجة علي بابا دي ولا بيقولوا عليها ايه بتاع زمان دي؟ فطبعا ده كلام مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين ده كلام والله العظيم مما يعني يوجع القلب، مما يوجع القلب والله العظيم يا سيدنا الشيخ أشرف. وهذا منتشر وسامحني فيما أقول بين كثير من أهل القرآن. ليه؟ هل معنى أنك حملت القرآن صرت مؤهلا تأهيل علمي للرقية؟ الجواب أنا عايز أقول لحضرتك على أبدا ورق. لأن كل معلم قرآن، أنا بيجي ناس كثيرة واتصالات كثيرة جدا، عندنا حالة أنا مالا طبعا أنا ما اشتغلتش في الموضوع ده ولا أعلم عنه إلا القليل. نعم. فحضرتك برضو نوجه نصيحة لإخواننا، مجرد أن أنت تحمل القرآن أو تحفظ القرآن على أنا عايز أقول لأخي الحبيب ممن حمل القرآن، أنتم أهل الله وخاصته وهذا شرف. قد حملك الله عز وجل هذه الأمانة لا لتضعها في صدرك فقط ولكن لتعلم أولاد المسلمين. نعم. وتحفظ زوجتك وأولادك اللي بين إيديك وأنت تسأل عنهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. ده أنت تتمنى تلبس تاج الوقار يا أخي. نعم. اللي ضوءه أجمل من ضوء الشمس. نعم في أهل الدنيا. فلما لا تحفظ؟ لما لا تحفظ أولادك وزوجتك وأولاد جيرانك وفي المسجد وتنشر الخير؟ اترك أمر العلاج لمن هو متخصص، ولكن ليس كل من حمل القرآن أهل للعلاج. أخ من إخواننا زمان يعني سبع سنوات كده أول ما بدأت تطلع في الفضائيات قال شيخ عبد الرحمن انا بحبك في الله. قلت له وانا بموت فيك في الله وانا بحبك جدا حبك اللي انا فيه والواحد لله الحمد احسبني متبسط في معاملة اخواني ابتسم ودعابه ونتقرب من بعض. فلقيته بيقول لي انا عاوز اتعلم العلاج. قلت له انت حفظت القران؟ قال لي لا. طب حفظت نصف القران؟ قال لي لا. طب ربع القران؟ قال لي لا. طب سوره البقره؟ قال لي لا. طب نص سوره البقره؟ قال لي لا. حفظ الفاتحه؟ قلت له طيب احفظ سوره البقره ثم أتني. نعم. وصدق وأتاني بعد شهرين ثلاثة وقد حمل سورة البقرة. نعم. أنا فرحت جدا. ثم قلت له طيب أنت عايز تتعلم الرقية ليه؟ قال عشان أساعد الناس. قلت له طب جدد النية وأنا هجدد نيتي برضو إن فعلا الموضوع فيه مساعدة الناس وفك الكروبات، ولكن أنا محتاج تعمل لي بحث علمي عن كلمة الجن والشيطان والمس والسحر والعين معاي. والحسد في معاي. الكتاب والسنة. اشتغلت صعبة دي؟ لا اشتغلت معاك كويس كده. قال لي يا شيخ انت كده بتتعب. قلت له مش بتعبك، ما هو مساله الرقيه مش ان انا الشيخ اشرف علمني كلمتين اعمل كذا كذا وخلصت. ما انا لازم اقرا الاول ويقيني حتى في لازم كلمة لازم. فالمهم الاخ ذهب ولم يرجع، ذهب ولم يرجع حتى الان. لما ذاع صيتنا مع برنامج الناس والسحر بدا يقابلني في اليوم 20 مره. يا شيخ انا قلت له خلاص ما احنا كنا زمان قلت لك اعمل وعلى شرطي اعمل اللي انا قلت لك عليه زمان وتعالى لي وبحث علمي واقراه واشوف انت الدنيا ازاي ونتكلم. ما هوش لازم يتعلم نظريا سيدنا الاول. الحديث معك
جميل. الله يسعدك يا سيدي ولا يمل ربنا يبارك فيك. وباذن الله تعالى الحلقه القادمه ان شاء الله ابشر عايزين نختم هذا الامر. نعم. وعشان احنا يعني قلنا لمشاهدي الكرام ان احنا نرد على بعض الرسائل اللي جات لنا. نعم. هنبدا الحلقه بالرد على الرسائل باذن الله تعالى. في انتظار رسائل حضراتكم. سأفعل. وفي رسائل جديده يعني في نهايه الحلقه. مخرجنا بيقول لي اخونا ايمن بيقول لي بقاله شويه اختم وانا مش حابب ان انا اقطع. ايوه اخونا ايمن النبراوي مش عايز اقطع على حضرتك الحديث. لا على يعني باسمكم بشكر ضيف الاستوديو شيخنا الجميل ربنا يسعدك شيخ عبد الرحمن منصور. جزاك الله خير سيدي. واشكركم وصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه وشكر خاص لفريق العمل في برنامج الف لام ميم وعلى راس فريق العمل اخونا وحبيبنا المخرج ايمن النبراوي جزاه الله خيرا وجزا فريق العمل عنا خير الجزاء واداره القناه. التقي بكم باذن الله تعالى يوم الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعه تقريبا في الاداء القراني ويوم الثلاثاء باذن الله تعالى لاستكمال الكلام مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن في الكلام عن الاستشفاء هجه الاستشفاء بالقران. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. عايز تتعلم أحكام تجويد القرآن؟ بتغلط كتير في القراية وعايز حد يصحح لك؟ عندك مشكلة في الحفظ والمتابعة؟ ما بتعرف